الأردني عدم رفع الضريبة على المشروبات الكحولية والسجائر، بينما فرض ضريبة خاصة على 11 سلعة وفق قانون الضريبة على المبيعات. النواب الأغلبية قالوا أن هناك ضريبة موجودة دائما وعالية جدا أسوة ومقارنة بالدول العربية المحيطة على الكحول وعلى السجائر، فأغلبية النواب رفضوا هذا الاقتراح. وأظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية أن الأردن يأتي في المرتبة 62 من بين 121 دولة فيما يتعلق باستهلاك الفرد من السجائر، بينما يأتي في المرتبة 171 من بين 191 دولة في استهلاكه للمشروبات الكحولية. وبحسب دراسة أعدتها وزارة الصحة الأردنية في وقت سابق، بيّنت أن نسبة مدخني السجائر تبلغ 29%، وحيث أن صناعة التبغ ترفد الخزينة سنوياً بما يزيد عن 600 مليون دولار نتيجة الضرائب والرسوم المفروضة على منتجات التبغ والسجائر. عدم رفع الضريبة على السجائر والكحول ربما تكون له نقطة إيجابية، لأنه يخفف من جنوح الشباب نحو المخدرات، وهذا أمر واقعي بغض النظر عن رأينا بكل هذه المواد. يعني أنا أعتقد أن الطلب على السجائر غير مرن، وكذلك الطلب على الكحول، والطلب غير المرن يعني أن رفع الضريبة يؤدي إلى استنزاف جيوب المواطنين بدرجة أكبر. وفي الآونة الأخيرة شهد الأردن سلسلة من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الرئيسية، مما دفع المواطنين للخروج في مظاهرات تبين استياءهم من هذه القرارات غير الرشيدة. ثم تلاه قرار النواب بعدم رفع الضريبة على المشروبات الكحولية والسجائر الذي اعتبره البعض بعيدا كل البعد عن مصلحة المواطن. ما يهم المواطن هو الشغلات الأساسية التي يتعامل معها المواطن كل يوم، أما الذي يشرب المشروبات الكحولية والسجائر فهذه شغلات كمالية وناس يعني معين من الشعب من 5 إلى 10%. في الوقت الذي رفض فيه عدد من النواب رفع الضريبة على المشروبات الكحولية والسجائر، يرى الشارع الأردني أن في ذلك إذهابا لعقله واستخفافا به، والتي كان من الأجدر على الحكومة أن لا ترفع الضريبة على أسعار سلع أخرى تعد أساسية. ختام عامر، CNBC عربية.